في برنامج عربي مشهور صادفته ذلك اليوم إذا شاهدته لن ترى به رجلان يقبلان بعضهما بشكل شاذ أمام الشاشة في برنامج عربي فقط. الله بي حبيبي. ولن تجد استضافة كاملة لفتاتان شاذتان هاربتان من بلادهما ويشجعان على فعلتهما فقط. اليوم بتعيشوا مع بعض، بتعيشوا حبكم، انتوا مثليتين عايشين مع بعض. ولن تجد شيخ يعزف لبيانو ويتغزل بالنساء ويقول أن المجتمعات الإسلامية بدوية متخلفة فقط. ردود أفعال من الشيوخ الآخرين شو قالوا لك؟ لا يعجبهم وليس من مصلحتهم أن يظهر رجل دين بهذا الشكل الحضاري، فإن ذلك يقتل ما هم عليه. هم على ماذا؟ وهم على البداوة والتخلف. ولن تجد الترويج لكره الدين وانتقاده علنا فقط. أنا متفقة معاكم، هذا دليل أن الدين الإسلامي يضطهد المرأة. لا مش مضطهد المرأة، يضطهد المرأة. لا طبعا أنا متفقة، هذا هو الدين الإسلامي. ولن تجد الترويج للزنا من خلال المساكنة وغيرها من الأفكار الشيطانية فقط. المساكنة هي نفس الشيء عبارة عن زواج بس منه بدون ما يكون في عندك حبر على ورق أو شيء يجمعنا. بل ستجد ذلك وأكثر في برنامج عربي تحت شعار الاختلاف بداية الحوار. أكون جزء من الحوار. والحقيقة أيها الأحبة أن الانحلال والانحراف والبعد عن الدين هو بداية الحوار بالنسبة لهم وليس الاختلاف. ما وراء كواليس جعفر توك. إن كنت تعتقد أن الإعلام مهمته إخبارك بالأخبار والمعلومات كما هي فأنت مخطئ. الإعلام ليست مهمته إخبارك بالخبر كما هو عليه، بل إخبارك بالخبر كما يريد هو أن يكون عليه. مثلا لو أراد الإعلام إقناعك بفكرة نسوية لنقل، لا يصارحك بذلك مباشرة بل يخبرك بقصة. أنا حاسة بالظلم عشان لمجرد أن أنا خلقت أنثى ماليش حق في والدي. يبدأون بقصة يستعطفون بها الناس وأنها بسبب كونها أنثى حرمت من الميراث، ثم يخبرونك فقط لأنها امرأة سلبت حقوقها في دعوة لك لكره الرجال تحت مفهوم النسوية. تجد عناوين مقاطع ذلك البرنامج كالآتي: فقط لأنني خلقت أنثى، صرخات نساء في وجه الدين، مؤمن أو لا ديني أو ملحد هذه حريتي، امرأة وإمام مثلي يؤمان للصلاة، ما المانع، عقلي وجسدي ملكي، ما دخلكم، كل مرة امرأة تموت بسبب الذكور. مع أنك لو ركزت بإحدى تلك المواضيع كهذا مثلا تجد أنه فعليا يوجد رجل يقتل أنثى والعكس، أنثى تقتل رجل وأنثى تقتل أنثى ورجل يقتل رجل. صحيح، ولكنهم يوجهون الفكرة كما يريدون وليست كما هي، وهنا يجب أن تنتبه. عناوين كثيرة قصصها محزنة، خلفها أجندة خبيثة تقدمها قناة دي دبليو الألمانية لتضليلك عن الحقيقة ونشر الأفكار المسمومة. التضليل الديني. الأديان بشكل عام لديها مشكلة مع المرأة. المؤسسات الدينية جميعها لديها مشكلة مع المرأة. المؤسسات لا. الأديان لا. بشكل عام لا. خالص. الأديان تمام. بشكل عام لديهم مشكلة مع المرأة، وكأن المرأة هي العدو الوحيد للدين. يبدأ الحوار بطرح فكرة خبيثة كتلك ثم يتعمق بها. من متى الإسلام أعطى حقوق للنساء؟ فأنت الآن لما تقولي إنه أنت معاكي حقوقك الإسلامية وحقوقك الدينية وإن الإسلام كرمك وما إلى ذلك، فين على أرض الواقع هذا الكلام؟ هذا كله كلام إنشائي مش موجود. فين الإسلام كرمك؟ كل كلام إنشائي غير موجود. ثم يوجه البرنامج نظرك إلى أن الحل لهذا الأمر هو الابتعاد عن الدين واتباع القوانين الدولية. لازم كلنا، كل الدول العربية أو الإسلامية بشكل خاص، تتبنى فصل الدين عن الدولة ووضعية القوانين. نحن من نصيغ قوانيننا المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فبالتالي من أجل حل حقوق المرأة والمصلحة المرأة تحييد الشريعة الإسلامية وتحييد كل الأديان على القانون. وحجتهم بإهمال الدين واتباع القوانين الغربية أن الدول الغربية تعطيهم الأمان. إيطاليا أعطتني الأمان، اللي فشلت فيه الحكومة السعودية أنه تعطيني الأمان. مع أنه فعليا وبالتصنيف العالمي تجد أن المدينة المنورة تصنف من المدن الأكثر أمانا للسيدات في العالم، بما أنها تقول أن السعودية لم تعطيها الأمان. ولكنهم يبحثون عن أمان البهائم كما أسميه، الأمان الذي يجعل لك تفعل أي شيء دون مانع ديني أو أخلاقي، فتجدهم يفعلون أي شيء تحت مسمى الاختلاف والحريات. أي حرية يا رجل تجعلهم يبيحون نكاح الحيوانات والشذوذ وغيرها الكثير من مستنقع أخلاقهم تحت حرية المعتقد وحرية الجسد كما يركز هذا البرنامج في حلقاته. تلك الحرية التي تسمح بحرق القرآن الكريم في السويد كما حدث الفترة الماضية، وفي نفس السويد غير مسموح إطلاقا لك بحرق أو المساس عالم الشوال. يطفون كلمة الحرية ليشعرونك بالراحة ويخفون خلفها أجندة تهدم قيمك ودينك وأخلاقك. فإذا تكلموا عن الميراث في الإسلام يعرضونه كالآخر:
حياتي فقط لأنك امرأة. هذا ما يحدث. إذن اليوم في قوانين المنطقة العربية تمنح الأخ ضعف ميراث أخته، من بينها بالأردن، بمصر، في اليمن، في المغرب وسوريا. إذن يعني بيأخذ هو اثنين وهي بتأخذ واحد لأنها امرأة. يعطون المشاهد فكرة أن الإسلام دين ظالم، كيف يأخذ الرجل ضعف الأنثى؟ وعندما أجابت تلك المحاورة أن هذا تشريع إسلامي وأنا كامرأة مسلمة أتبعه والمسلم يسلم لشرع الله، مباشرة ترد تلك السيدة قائلة هذا دليل أن الإسلام دين يضطهد المرأة. هذا دليل أن الدين الإسلامي يضطهد المرأة. لا مش مضطهد المرأة، يضطهد المرأة. لا طبعا أنا متفقة، هذا هو الدين الإسلامي. لا طبعا. المفروض أيها الأحبة بعد ما سمعناه من تلك السيدة الشمطاء أن تحاكم بتهمة ازدراء الأديان، يتهم الدين كامل، ولكن تجد المذيع بكل بساطة يخبرك قائلا هي تعبر عن رأيها. هي عم تعبر عن رأيها، ما هي عندها رأي وعندها تفسير من عندها. وطبعا كل ما يعرضونه في برنامجهم تضليل وليس له علاقة بالحقيقة. مثلا موضوع الميراث في الإسلام، وهل الرجل يأخذ ضعف الأنثى؟ اسم الكتاب ده في جداول دراسة ميدانية لكل حالات الميراث في الإسلام. المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من 30 حالة، وهي ترث نصف الرجل في 4 حالات. ده فلسفة الميراث في الإسلام. ولكن لتضليلك تجدهم يركزون على الحالة الوحيدة التي يأخذ فيها الرجل ضعف الأنثى. هل علمت كيف يضلون الناس؟ يركزون على العاطفة ثم يدخلون إليك الفكرة المسمومة التي وصلت بهم إلى أن يستغربون كيف أن الزنا حرام. مثلا في المغرب عندنا القانون 490 الذي يجرم العلاقات الغيرية بين الأشخاص غير متزوجين، هو قانون استعماري، يعني ليس بقانون أصله ليس دينيا. ثم تجد البرنامج يقفز من فكرة ظلم المرأة إلى الميراث ثم إلى الوصاية ووصولا إلى الحجاب إلى آخره. هم بهذه الأفكار المسمومة لا يؤثرون بالمسلم الواعي بدينه قوي العقيدة كحالك، بل يؤثرون بضعاف النفوس. لذلك وجب التنبيه وتتبع تلك الشبهات والرد عليها مباشرة. يريدون أن يصنعوا لك دين جديد، دين يخبرك بكل وضوح أن الحب ليس بين الرجل والمرأة فقط، بل بين الأنثى والأنثى، والأنثى والكلب، والرجل والرجل. هو دين الحريات المطلقة الذي يروج له جعفر مقدم ذلك البرنامج. الحب الحقيقي هو 1 2 3. أساس حب شفته وأنتوا لازم تشوفوه. لاحظ كيف وضع لك حب وزواج شرعي، ثم فجأة بينهما هو وضع شواذ لكي يرسخ تلك الفكرة في عقلك أن هذا أمر طبيعي. أصبحت تفهم اللعبة يا صديقي، كفك شارك الحلقة. ثم وإذا قلت أين الزواج من حلقاتهم، تجدهم يشوهون لك فكرة الزواج من الأساس، فتجدهم يعرضون الزواج كالآتي: زوجي يغتصبني، أين القانون؟ أو حلقة المساكن وترويج الزنا، أو حلقة يقتلونني باسم الشرف، من يحميني؟ وحرية الجسد وغيرها الكثير. طيب، قد يقول أحد الكرام الآن يا محمد أنت تبالغ، البرنامج يعرض وجهة نظر والرأي الذي يعرضها، ألا ترى الحيادية في الحلقات؟ مثلما يؤتى بشاذ يؤتى بشخص ليرد عليه، مثلما يؤتى بشخص ترك الإسلام يؤتى له بشيخ اعتنق الإسلام. أيها الحبيب، من الطبيعي جدا أن يظهروا لك الحيادية حتى تتابع ذلك البرنامج وتشاركه وتتفاعل معه، وإلا كيف ينتشر المحتوى؟ ولكنك لن تلاحظ إطلاقا كيف يقوم المقدم بمقاطعة الضيوف وما يتم اقتصاصه وحذفه في المونتاج. لاحظ هنا كيف يتم اصطناعة التصفيق لتأكيد الفكرة. كله كلام إنشائي مش موجود. بدي داخل معنا، بدك تدخل تفضل. وهذا الكلام لا أقوله أنا، بل من تمت استضافتهم فعليا في ذلك البرنامج، الدكتور هيثم طلعت. عندما سألناه عن هذا الأمر في إعداد الحلقة هذا كان رده. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا جعفر توك معروف أنه هو موجه أصلا وله أجندة، والرجل يستضيف الناس علشان يروج لخطاب علماني في العالم الإسلامي. وعندما طلب مني الحوار مع بعض الملاحدة قلت له قبل الحوار يعني لا أريد أن يطرح الملاحدة أي شبهات، قال لي ما تقلقش في هذا الموضوع، وإذا به وفاجئ أن هم بيرصوا شبهات وهو مش متعرض لهم بحاجة، سيبهم يرصوا براحتهم يعني. لذلك حتى تحمي نفسك من تضليلاتهم، أولا قم بتفكيك كل ما يأتي إليك. لا تتوقف أبدا عن تسمية كل شيء بمسماه الحقيقي، مهما حاولوا تزيين الباطل بتغيير مسمياته الباطل يبقى باطلا محرما مهما غيروا اسمه. ثانيا توقف عن متابعتهم. ثالثا تذكر أننا لم نخلق سدى، هم يريدون أن يتركوا هملا يفعلون ما يشاءون من منكرات كما أخبرتك حرية البهائم. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أيحسب الإنسان أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ في النهاية شاركني في رأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.